السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شباب. الصوت واصل يا شباب كويس؟ تمام، على بركة الله. أهلا بكم في لقائنا اليوم، وهو اللقاء التاسع. طبعا اللقاء بتاعنا اليوم يا شباب من أهم اللقاءات عندنا. ليه؟ لأن اللقاء بتاع النهاردة ده عليه حوالي 10 درجات، يعني 4 تساؤلات بسيطة بحوالي 10 درجات، ويمكن يكون 12 ونص، يعني ممكن يبقوا 4 أسئلة أو 5 أسئلة في الاختبار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا يا شباب، وأؤكد عليكم مرة أخرى يا شباب، اللقاء بتاعنا اليوم من أهم اللقاءات، لأن زي ما اتفقنا هيبقى عليه حوالي من 4 إلى 5 أسئلة، يعني من 10 درجات إلى 12.5 درجة. بسيطة كلها، أو خليني أقول معظمها، ما عدا جزئية محتاجة بس تركيز سنة. يعني جميع التساؤلات هتبقى بسيطة جدا، ولكن جزئية واحدة هي اللي هتبقى محتاجة مننا شوية شغل صغيرين بس سهلة. طيب، كالمعتاد يا شباب، إلى أن يدخل باقي الزملاء والزميلات، إذا كان في أحد عنده أي تساؤل أو استفسار يتفضل يسأل. لو في حد عنده تساؤل أو استفسار يا شباب يتفضل يسأل. وياكم يا رب وجميع المسلمين. طيب، احنا انتهينا في اللقاء السابق. المحاضرة اليوم عمل يدين ان شاء الله. احنا انتهينا في اللقاء السابق عند المحاضرة اللي هي 23، اللي احنا انتهينا فيها بجزئية نظري مهمة، وهي ما يطلق عليها الحد الأدنى والحد الأعلى أو الأقصى للمخزون، صح كده؟ وقلنا عندنا فيها حاجة اسمها مستويات المخزون، 3 حاجات: الحد الأدنى أو اللي احنا بنسميه مخزون الأمان، وهو ذلك المخزون الذي يجب ألا يقل مستوى الصنف عنه في المستودع أو المخزون. يعني كده احتياطي عندنا مش من المفترض أن يقل عنه. احيانا بيقل، نعم احيانا بيقل. ليه احيانا بيقل الحد الادنى للمخزون يا شباب او مخزون الامان؟ لان ربما المورد يتاخر في عمليه التوريد، فبسحب جزء من مخزون الامان او الحد الادنى للمخزون. او سبب تاني، ان انا كنت عامل حسابي ان احنا هنستخدم متوسط معين معايا من الاستخدام، ولكن زي ما شباب بتقول المبيعات زادت فبنسحب من المخزون، او بنسحب من مخزون المواد الخام. معايا؟ وعليكم السلام يا محمد. معايا يا شباب؟ يبقى احنا هنا بنسحب من مخزون الامان او الحد الادنى للمخزون، اما لزياده معدل الاستخدام عما كان متوقعا، او بسبب لسه يا منى بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسبب تأخر المورد في عملية التوريد. نقطة إعادة الطلب، أنا بس بأكد على بعض الجزئيات اللي قلناها المرة اللي فاتت لغاية باقي الزملاء ما يدخلوا معانا. نقطة إعادة الطلب أو ري أوردر بوينت هي النقطة التي إذا وصل عندها المستوى الصنف من المخزون، نطلب من المورد إرسال طلبية جديدة أو كمية جديدة. الحد الأعلى هو أو الحد الأقصى للمخزون هو أعلى نقطة يمكن أن يصل إليها المخزون من الصنف في المستودعات أو المخازن. وقلنا إن إحنا عندنا مزايا، أو على سبيل الحصر جزء مهم جدا، 3 مزايا لأسلوب الحد الأدنى والأقصى أو الأعلى للمخزون، وعندنا 3 عيوب أو انتقادات أو سلبيات، صح كده؟ 3 مزايا وثلاث انتقادات او عيوب او سلبيات. طيب، اليوم هنتكلم، ويمكن هنكمل بكرة ان شاء الله، اليوم هنتكلم عن المحاضرتين 25 و26. احنا بكرة ان شاء الله
هنخلص المقرر بتاعنا اذا كان في العمر بقي. طيب اول حاجة عايز اقول لكم فيها بما ان احنا هنتكلم، وعليكم السلام يا جماعة، ان احنا عندنا ست قوانين لازم تحفظوه، هم سهلين او تعرفوا تطبقوه. انا برضو ما يهمنيش الحفظ، انا يهمني انك تطبق وتختار الاجابة الصحيحة، اللي هم مرتبطين بالمحاضرتين 25 و26. معايا يا شباب؟ اول قانون فيهم اللي احنا بنسميه نقطة اعادة الطلب العادية. نقطة اعادة الطلب العادية بتساوي ايه؟ معدل الاستخدام اليومي ضرب فترة الانتظار. معدل الاستخدام اليومي ضرب فترة الانتظار. طب ايه فترة الانتظار ديت؟ دي الفترة اللي انا بفضل مستني فيها من يوم ما طلبت من المورد لغاية المورد ما يبعت لي الطلبية. يعني لو طلبت الطلبية النهاردة وجيت لي بعد 5 ايام يبقى فترة الانتظار 5 ايام. لو طلبت الطلبية وجيت لي بعد 7 ايام يبقى فترة الانتظار 7 ايام. وهكذا يا شباب. تمام؟ يبقى نقطة اعادة الطلب العادية بتساوي على فكرة تطبيق مباشر زي ما هنشوف في التمرين بعد شوية، معدل الاستخدام اليومي ضرب فترة الانتظار. زي ما اقول ايه يا شباب كده بالضبط. انا ابني مثلا او ابن واحد منكم بتديله مصروف في اليوم 100 ريال، يبقى معدل الاستخدام اليومي كام؟ 100 ريال. بتديله اسبوع ادفانسد مقدما. معايا يا شباب؟ يبقى انت محتاج تديله كام؟ يبقى نقطة اعادة الطلب العادية كام؟ هضرب 100 في 7 ايام. تمام؟ طبعا الشباب حسبوها 5 على اساس ان هي 5 ايام عمل بس. ماشي اوكي، مش هتفرق على حسب فترة الانتظار او عدد الايام. صح. تمام يا شباب؟ طيب. ايضا عندنا حاجة بنسميها الاحتمالات. ايه يا شباب؟ الاحتمال بيساوي ايه؟ عدد مرات الاستخدام على اجمالي عدد مرات الاستخدام. زي ما هنشوف مع بعض. طيب. وعندنا حاجة اسمها تحديد بدائل مخزون الامان، عندي كم بديل هنتعامل معه، وتكلفة التخزين، وتكلفة نفاذ المخزون، واخيرا نقطة اعادة الطلب الحقيقي. طيب. تعالوا عشان الامور تبقى اكثر وضوحا، عشان تكون الامور اكثر وضوحا، تعالوا نشوف التمرين او المثال اللي معانا في المذكرة. معايا يا شباب؟ المثال ده بيقول ايه يا شباب؟ بيقول ان انا عندي احدى الشركات تحتاج 40,000 وحدة يتم شرائها على 6 مرات في السنة. معايا يا شباب؟ فاذا علمت ان فترة الانتظار 10 ايام ومعدل الاستخدام اليومي 300 وحدة. طيب تعالوا نشوف البيانات بتاعتها، نطلعها كده معانا عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. اول معلومة تهمني يا شباب، عدد مرات الشراء في السنة. اول معلومة تهمني هي عدد مرات الشراء في السنة، دي هنحتاجها في نهاية التمرين. 6 دي اول حاجة. يهمني فترة الانتظار بتساوي كام؟ 10 ايام. جميل. يهمني معدل الاستخدام اليومي. ده انا قلت لكم عليه المصروف اليومي في الشهر، في اليوم اللي بيصرف قد ايه؟ 300 وحدة.
تمام كده؟ تكلفة التخزين اهي للوحدة 5 ريال، وتكلفة النفاد عشرة ريال. واداني بعد كده جدول، صح كده؟ واداني جدول اهو. اداني جدول يا شباب بهذا الشكل. الكمية والمرات، ادي الكمية كاف وعدد المرات 1000، 2000، 3، 4، 5، 6، 7. 1000، كل دي معطيات يا شباب، كل دي معطيات في التمرين. لغاية دلوقتي انا ما قلتلكش ايه المطلوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا يا صلاح. ثلاثة، أربعة، خمسة، 32، 6، 8، 2، صح كده يا شباب؟ طيب على طول هتلاقوني أنا مزود، هتلاقوني مزود عمود في الآخر هسميه المجموع. مجموع هنا اقصد مجموع عدد المرات عشان هنستخدمه بعد شوية. لو جمعنا عدد المرات دي هنلاقيها 60. طبعا في الاختبار انا هجيب لكم رقم سهل، يا 50 يا 100. معايا يا شباب؟ عشان ما يبقاش فيه تقريب، عشان يبقى رقم سهل. يبقى في الاختبار هيكون الرقم يا 50 يا 100. معايا يا شباب؟ طيب اول ما تشوف كده على طول يا شباب وتلاقوا عندكم السؤال، السؤال في حتة الجدول ده على طول، انت من نفسك تقوم جاي هنا، انا هبدأ الحل على طول دلوقتي من غير حتى ما اعرف ايه المطلوب. فاهمين يا شباب؟ اهو بصوا هعمل ايه، هزود، هزود صف، هزود على الجدول اللي جاي لك في الاختبار صف، واحسب الاحتمالات على طول. معايا يا شباب؟ يبقى اول حاجه هتعملها مباشره انك تحسب الاحتمال. الموضوع بسيط خالص، بنقسم الثلاثة على الستين ونضرب في المية. بنقسم الثلاثة على الستين ونضرب في المية، يبقى 5%. اللي بعديها 7%. اللي بعديها 8%. اللي بعديها 53%. ثم 10%. ثم 14%. ثم 3%. وبالتالي المجموع بتاعهم بيكون 100%. طبعا زي ما قلت لكم مش هتلاقوا في الاختبار اي رقم يبقى فيه كسر نسبة، هيبقى الرقم مظبوط. معايا يا شباب؟ تاني بقول اول حاجة نعملها قبل ما حتى تعرف ايه المطلوب منك في السؤال ده، هو هتلاقي معايا يا شباب اول ما اديلك الجدول الكميات، كميات الاستخدام اللي هو الصف الاول 1000، 2000، 3000 لغاية 7000، وعدد المرات 3 لغاية 2، اول حاجة تعملها تجيب المجموع. المجموع، المجموع حاضر، بقول تاني يا شباب، المجموع هنلاقيه 60، اللي هو 3 زائد 4 زائد 5 زائد 32 زائد 6 زائد 8 زائد 2 هيساوي 60. تمام كده يا شباب؟ طيب نحسب الاحتمال ازاي؟ نقسم عدد المرات بتاعة استخدام الالف على الستين. بنقسم عدد مرات الاستخدام
على اجمالي او مجموع عدد مرات الاستخدام اللي هو 60. في كل مره بنقسم على 60 يا شباب. طبعا في الاختبار زي ما قلت لكم هيبقى يا 50 يا 100، يعني هنقسم على يا 50 يا 100 ونضرب في 100 عشان نجيبها نسبه مئويه. يبقى 3 تقسيم 60 بالآلة الحاسبة اعمل في المية هتديك 5%. واضح؟ طيب لو قلنا 4 على 60 ضرب 100 هيديني 7% وهكذا. دي أول حاجة نعملها. طيب تعالوا نشوف بقى إيه اللي هيطلب مننا. إيه اللي هيطلب مننا؟ المطلوب الأول مثلا أهو، أول حاجة هتاخد منكم فيمتو ثانية. أول حاجة هنحسبها بعد ما حسبنا الاحتمالات هنحتاجها بعدين، نقطة إعادة الطلب العادية. نقطة إعادة الطلب العادية، كلمة العادية دي يا شباب معناها يعني بدون مخزون أمان. كلمة نقطة إعادة الطلب العادية يعني معناها بدون مخزون أمان. القانون بتاعها سهل جدا، الاستخدام اليومي ضرب فترة الانتظار. لسه قايلها من شوية، الاستخدام اليومي ضرب فترة الانتظار. تاخدش حاجة، زي ما بقول لكم يا شباب مش محتاجة، انت مش محتاج تكتب القانون، انت طبق على طول. يعني هتقول بتساوي معدل الاستخدام اليومي 300، فترة الانتظار 10 ايام يساوي 3000 وحدة، زي ما قلت لكم فيمتو ثانية يا شباب. انا هبقى اجيب لك الخيارات، انت هتختار 3000 وحدة. تمام كده؟ طيب السؤال الثاني ممكن اسالك اقول لك ايه؟ رقم 2، ما احتمال استخدام 5000 وحده؟ هتجيبها من اللي انت لسه حاسبها من شويه، صح؟ الاجابه هقول يساوي، الاحتمال يساوي كام يا شباب؟ 10%، صح كده؟ طب لو سالتك على 4000 وحده هتقول لي 53%، لو سالتك على 6000 وحده هتقول لي 14%، مظبوط يا شباب؟ وهكذا. احنا ما عندناش 32 خالص يا شفاء، ها؟ شفاء احنا ما عندناش في الاحتمالات 32 خالص، صح ولا انا غلطان؟ يا شفاء انت بصي لخبطت يا شفاء. اقول لك ليه؟ انت خدت معدل الاستخدام، لا انا بقول لك احتمال. ايوه هي تقصد عدد المرات بالظبط يا نادى. لا ما بقولكيش عدد مرات الاستخدام، ما بسالكيش على عدد مرات الاستخدام خالص يا شفاء عشان ما تغلطيش تاني ولا تلخبطي. انا بسالك على الاحتمالات، واضح؟ مش هسألك خالص على عدد المرات اصلا، لا انا هسألك على الاحتمال لان عدد المرات اوريدي جيفن معطى، انما انا بسألك على حاجه مش موجوده في السؤال، صح كده؟ طيب ادي السؤال الثاني. طيب تعالوا نشوف السؤال الثالث وازاي نحسبه، نركز مع بعض. عدد بدائل الحد الأدنى للمخزون. أو هي نفسها عدد بدائل مخزون الأمان. يعني لو قلت لكم يا شباب عدد بدائل الحد الأدنى للمخزون، هي نفسها لما أقول لكم عدد بدائل مخزون إيه يا شباب؟ الأمان. انا نقطة اعادة الطلب، هرجع لكم اهو اللي قبل كده، نقطة اعادة الطلب العادية طلعت كام؟ 3000. بصوا كده يا شباب انا هعمل ايه؟ ركزوا معايا،
عندي الثلاث تلاف اهي. بصوا شايف انا عملت ايه يا شباب؟ ادي نقطه اعاده الطلب العاديه صح كده؟ ابتدت من عند الثلاث تلاف، يبقى بيكون مخزون الامان زي اخوك احمد ما قال خمسه، اللي هي عباره عن ايه؟ الثلاث تلاف نفسها ناقص ثلاث تلاف. ما انا بقول بمخزون الامان صح كده؟ يبقى انا ببتدي من عند الثلاث تلاف. بصوا معايا اهي الثلاث تلاف، واللي بعديها عند الاربعه، وبعدين عند الخمسه، وبعدين عند السته، وبعدين عند السبعه. طب تتحسب ازاي؟ سهله جدا اهو. انا ابتديت من عند الثلاث تلاف، يبقى البديل الاول 3000 ناقص 3000 يبقى مخزون الامان عندي صفر، او الحد الادنى للمخزون عندي صفر. البديل الثاني ان مخزون الامان يكون 4000 ناقص 3 يعني 1000 وحده، احتفظ باحتياطي عندي كده 1000 وحده. البديل الثالث 5 ناقص 3 يديني 2000. البديل الرابع 6000 ناقص 3000 يساوي 3000. البديل الخامس والأخير 7000 ناقص 3، يبقى أنا محتفظ بمخزون أمان 4000 وحدة. ماشي يا شباب؟ يبقى لما اقول لكم يا شباب في ضوء البيانات ده اهي عدد بدائل الحد الادنى للمخزون او مخزون امان كام، تختاروا من بين الخيارات. جايز يطلعوا 5، جايز يطلعوا 3، جايز يطلعوا 4 على حسب التمرين. حصه بتقول كل مره تزيد. كل مره بتزيد طبعا يا ايوه. بص يا ليه بدينا من عند الثلاث تلاف يا محمد؟ سؤال رائع، لأن نقطة إعادة الطلب العادية 3000. بصوا يا شباب ركزوا معايا كده تاني. افرضوا إن أنا كنت قلت لكم معدل الاستخدام اليومي 500 وحدة وفترة الانتظار 10، يبقى نقطة إعادة الطلب العادية كام؟ 5000. كنا هنبتدي من عند ال 5000، يبقى عندنا عدد بدائل مخزون الأمان كام؟ 3. الله يرضى عليكم، برافو. صح؟ وضحت يا شباب؟ ها؟ يبقى انا ابتديت من عندي 3000 لان نقطة اعادة الطلب العادية كانت 3000. معايا مين اللي كان بيسأل؟ احمد اعتقد. احمد ولا محمد مش متذكر. مظبوط يا احمد؟ نفس الكلام، لو قلت لكم يا شباب ان معدل الاستخدام مثلا، معدل الاستخدام 400 وحده وفتره الانتظار 10، يبقى نقطه اعاده الطلب العاديه كام؟ 4000. يبقى عدد بدائل المخزون كانوا هيبقوا 4، وهكذا. الامور بالنسبه لنا وضحت دلوقتي صح كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي أول حاجة جبناها نقطة إعادة الطلب العادية، مهمة أوي ما نغلطش فيها عشان مرتبطة بحاجات تانية. جبنا الاحتمالات وسألنا عليها، جبنا عدد بدائل مخزون الأمان دلوقتي، وطلع عندي عدد بدائل المخزون 5 بدائل. إما إن أنا يبقى المخزون عندي الأمان صفر ما احتفظش بحاجة خالص، أو احتفظ بألف احتياطي كده زي ما الواحد يا شباب كده يبقى سايب في البيت كام ألف ريال كده احتياطي لو احتاجهم بعيدا عن المصاريف الشهريه، لو احتاجهم لاي ظرف طارئ. اعطينا جدول بالله يا دكتور، ما فهمتش يا ساره. اسهل؟ بقول لك يا ساره احنا بنفهم دلوقتي ولا عشان الاختبار؟ ولا بنتعلم الاول؟ ساره ركزي معايا. ساره ركزي معايا. اللي هتلاقيه في الاختبار اسهل كتير قوي من المثال اللي انا جايبه لك ده والله.
أعطينا جداول، يعني أعطيك جداول مش فاهم. ركزي يا سارة الله يرضى عليك، ركزي ركزي معايا، ربنا يكرمك يا رب. ماشي ركزي معايا هتلاقي الأمور سهلة خالص. شفت منى بتقول لك إيه؟ اتدربي. ماشي؟ طيب. يبقى عندنا البديل الأول صفر، البديل الثاني 1000، البديل الثالث 2000 وحدة، البديل الرابع 3000، البديل الأخير والخامس 4000. على فكرة أنا جايب لكم التمرين ده عشان تتدربوا عليه فعلا، لأنه طويل. طويل مرة زي ما أنتوا بتقولوا. أنا الكلام ده هيبقى أسهل من كده بكتير أوي في الاختبار. واضح يا شباب؟ طيب لو احنا دلوقتي يا شباب عايزين نحسب تكلفة التخزين، اهو انا هزود عمود هنا عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا. لو انا عايز احسب دلوقتي تكلفة التخزين لأي بديل، هزود هنا عمود هسميه تكلفة التخزين. هيبقى عندي البديل صفر، البديل 1000، 2003 و4، صح كده؟ طيب احنا اتفقنا تكلفة التخزين للوحدة كام؟ تكلفة التخزين للوحدة كام يا شباب؟ 5، صح كده؟ ممتاز. يعني 5 × 0 تساوي 0، صح كده؟ طيب و5 × 1000 تساوي 5000 ريال طبعا، و5 × 2000 تساوي 10000 ريال، و5 × 3000 يساوي 15000 ريال، و5 × 4000 يساوي 20000 ريال. طب انا هسألكوا على ده سؤالي ازاي؟ حاجة بسيطة خالص، ابسط من البساطة. انت مش هتحسب كل ده، ده انا هقول لك كده في الاختبار. ماشي، تكلفة التخزين عندما يكون الحد الأدنى للمخزون 2001. يبقى الإجابة كام؟ أقول تاني السؤال، ما تكلفة التخزين عندما يكون الحد الأدنى للمخزون 2001؟ 10000. هي حاجة واحدة، واضحة يا شباب؟ ما تكلفة التخزين عندما يكون الحد الأدنى للمخزون 1000 وحدة؟ 5000 ريال، وهكذا. بصوا يا شباب، والله العظيم والله العظيم المادة بتاعتنا ما في أسهل منها للناس اللي بتركز. الناس اللي بتركز معايا ما عندناش مشكلة. زي ما قلت لكم أنا ما أعرفش إزاي الناس بتسقط في هذا المقرر. الدنيا واضحة وضوح الشمس، بس الناس ما بتذاكرش. لا، هي الناس ما بتذاكرش، هي دي المشكلة. الناس ما عندهاش استعداد تبذل مجهود وتتعب نفسها شوية صغيرين، هي دي المشكلة. واضح يا شباب؟ ربنا يبارك فيك. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي هو محتاج شوية شغل، اللي هو محتاج شوية شغل. ازاي نحسب تكلفة النفاد لكل بديل من البدائل الخمسة اللي عندنا؟ طبعا في الاختبار مش هجيب لكم 5 بدائل، انا هطلب منك حساب تكلفة نفاد المخزون لبديل واحد بس. معايا يا شباب؟
يعني احنا هنا عايزين نحسب تكلفة النفاد لأي بديل. طبعا لو بصيتوا على البديل الأول اللي هو صفر هتلاقيه أصعب، ثم البديل الثاني بيقل الصعوبة شوية، البديل الثالث وهكذا. واضح يا شباب؟ طيب تعالوا ناخد البديل الثالث اهو، هناخد البديل الايه؟ البديل الثالث. طيب البديل الثالث ده اللي هو كام وحدة؟ احنا قلنا البديل الاول صفر، البديل الثاني الف، البديل الثالث يبقى عندي كم في المخزون الامان؟ 2000 صح كده؟ وحدة اهو انا كتبتها لكم اهو عشان نبقى فاكرين، صح كده يا شباب؟ البديل الثالث يبقى مخزون الامان عندي كم وحدة؟ 2000 وحدة. انا عندي احتياطي 2000 صح كده؟ طيب ممتاز. انا كنت قلت لكم نقطة اعادة الطلب العادية بتساوي كام؟ 3000 صح كده؟ وقلت لكم اللي هي بدون مخزون امان، قلت لكم نقطة اعادة الطلب العادية دي معناها اللي انا عندي بس كأن انا معتبر ان مخزون الامان صفر. طب دلوقتي انا عندي مخزون امان 2000 ونقطة اعادة الطلب العادية 3000، يبقى انا مفترض عندي في المستودع كام وحدة؟ الله يرضى عليك يا نادي، برافو برافو يا شباب كلكم، 5 صح كده؟ انا ببتدي من عند الرقم ده، يبقى كأن انا بقول ان المتاح عندي، المتاح يساوي العادية زائد الحد الادنى اللي هو للبديل اللي انا عنده، يعني بيساوي 3000 زائد 2000، يبقى كأن انا عندي في جيبي 5000 وحدة صح كده يا شباب؟ طيب الخمس تلاف دي نقطة البداية اللي هنشتغل من عندها، ارجعوا كده للجدول بتاع البيانات الأصلية اهو، فين الخمس تلاف؟ شايفينها؟ هبتدي من هنا، هبتدي من عند الخمس تلاف كده. وما بعده هبتدي من عند الخمس تلاف يا شباب، وما شايفين اللي انا بعمله على الجدول من خمس تلاف وما بعده، واضح يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنقول عشرة في المية عند استخدام 5000 وحدة صح كده؟ طب العجز في المخزون يبقى كام؟ انا هنا عايز 5000 واحنا اتفقنا عندنا 5000 وحدة صح كده؟ يبقى العجز في المخزون يساوي كام؟ صفر، مظبوط يا نادية؟ العجز في المخزون يساوي كام يا شباب؟ صفر. انا محتاج 5000 في الشهر وانا معايا 5000، يبقى انا ما عنديش مشكلة، يبقى تكلفة النفاد تساوي صفر.
معايا؟ طيب معدل الاستخدام اللي بعديه 14% عند استخدام 6000 وحدة، يبقى عندنا عدد في المخزون 1000، صح كده؟ طب تكلفة النفاد بقى هتساوي ايه؟ خدوا بالكم بنضرب اربع حاجات في بعض، العجز في المخزون 1000 في عدد المرات اللي انا اديتها لكم في بداية التمرين، او خلينا نقول في 14% الاول اللي هو الاحتمال، في 6 ولا كانوا 5 عدد المرات؟ عدد المرات 6، في تكلفة النفاد ب10 ريال. خدوا بالكم الستة والعشرة ثابتين في التمرين، بس مش في كل التمارين. هيديني هنا تكلفة النفاد 8400، صح كده؟ أنا لسه ما كملتش، خدوا بالكم. أنتوا هقول لكم السؤال هيجي لكم إزاي؟ أنا لغاية دلوقتي لسه بحسب البديل. طيب، معدل الاستخدام اللي بعد كده 3%. عند معدل استخدام 7000 يبقى العجز في المخزون 2000، تكلفة النفاد 2000 ضرب 3% ضرب 6 ضرب 10 يساوي كام يا شباب؟ 3600، هل لسه حاجة عندنا بعد 7000؟ لا. يبقى تكلفة النفاد لهذا البديل كام؟ تكلفة النفاد لهذا البديل اللي هو البديل الثالث، هنجمع الصفر زائد 8400 زائد 3600 تديني 12000 ريال. هو ده الرقم اللي انت هتتسأل عليه، هو ده الرقم اللي احنا هنتسأل عليه، واضح كده يا شباب؟ هقول لكم في ضوء البيانات السابقة، فإن تكلفة النفاد عندما يكون الحد الأدنى للمخزون 2000 وحدة، شايفين انا بعملها بالأقدر دي مستطيل اهو 2000 وحدة، يبقى انا عارف ان ده البديل رقم كام؟ البديل الثالث. هعمل الحسابات بتاعتي واقول له في الاخر الخيار الصحيح 12000 ريال. طيب تعالوا نجود، تعالوا ايه يا شباب؟ العجز في المخزون يا بشرى 10. بص يا بشرى، انا اتفقنا المتاح معاك في جيبك كام يا بشرى؟ المتاح معاك في البديل ده كام؟ المتاح معاك في جيبك قدامك على الشاشة 5000. عارفة جبناهم منين يا بشرة؟ نقطة إعادة الطلب العادية زائد الحد الأدنى للبديل، زائد الحد الأدنى للبديل اللي أنا عنده هو، يعني 3000 زائد 2000 ب5000. حلو كده؟ طيب ببتدي من عند الرقم 5000 من جدول المعطيات اللي انا مديهولك، الجدول اللي انا مديهولك ببتدي من عندها، من عند ال 5000 دايما الاولانيه بتكون صفر، 5000 ناقص 5000 يبقى العجز في المخزون صفر. طب لما اقول لك يا بشرى انت معاكي 5000 في جيبك بس مصروفك الاسبوعي، بلاش الاسبوع، بس مصروفك الشهري 6000، يبقى انت عندك عجز مقداره كام يا بشرى؟ انت في جيبك 5000 ريال بس مصروفك الشهري 6، يبقى عندك عجز قد ايه؟ بص انا قامت ولا راحت فين؟ 1000، الله يرضى عليك، وهكذا. عرفتي؟ اللي بعديها عند 7000 يبقى العجز كام؟ 7000 ناقص 5000 ب 2000، وهكذا. طيب ممتاز. طيب تعالوا نشوف اللي اكتر من كده، التكرار بيعلم ايه؟ الشطار، صح؟
تعالوا نشوف تكلفة النفاد، تعالوا نشوف تكلفة النفاد عندما يكون الحد الأدنى للمخزون 3000 وحدة. أهو لو أنا سألتك السؤال كده بالضبط، هذا السؤال خلاص يا سارة، ما عادش عندنا تمارين تانية يا سارة، خلاص ده آخر حاجة. أنت معتقد أن التمارين هي اللي صعبة؟ والله النظر بيبقى أصعب من التمارين. ركزي يا سارة، الله يرضى عليك ويهديك يا بنتي. المتاح، المتاح معانا نقطة إعادة الطلب العادية كام؟ 3000. وأنا بقول لكم عندي البديل كام؟ 3. يبقى 3 زائد 3، يبقى أنا معايا في المستودع ولا في جيبي 6000 وحدة. هنبتدي من عنده صح كده؟ هنلاقي عندنا إيه؟ 14% عند كمية استخدام 6000 وحدة. يبقى العجز في المخزون كام؟ 0. يبقى تكلفة النفاذ كام؟ 0 صح كده؟ طب 3% عند كمية استخدام 7000، يبقى العجز في المخزون 1000، يبقى تكلفة النفاذ 1000 ضرب 3% ضرب 6 ضرب 10 تساوي 1800. يبقى تكلفة النفاد للبديل تساوي 0 زائد 1800، يدينا كام يا شباب؟ 1800 ريال. اوعوا تقولوا لي ان الكلام ده صعب، اوعوا تقولوا لي ان الكلام ده صعب، ازعل. مفيش اسهل من كده صح يا شباب؟ مفيش اسهل من كده. اللي والله يا ساره انت ما في فايده فيك، صدقني بالله يا ساره انت ما في فايده. ايه اللي طويل؟ مفيش حاجه طويله. هو مش كل سؤال عليه درجة؟ هي ايه اللي طويلة؟ التمرين طويل؟ ما هو التمرين ده عليه 10 12 درجة. هو لما يبقى عندنا 12 درجة على الجزء ده تقولي لي ده طويل؟ ده الكلام ده ما ياخدش مننا 3 دقايق في الاختبار. كله ال 10 درجات ولا ال 12 درجة دي ما ياخدوش منها أكتر من 5 دقايق والله. نفاد المخزون بلاها، عليها درجتين مش لازم تاخدوهم. ده اللي عايز يجيب 100%. تكلفة النفاذ دي يا شباب اللي هو آخر سؤال، تكلفة النفاذ الأخرانية دي للناس اللي عايزة تجيب 100%، الناس اللي عايزة تجيب الأي بلس. إنما الناس اللي مش عايزة أي بلس وعايزة تنجح مش لازم، بناقصهم الدرجتين ونص دول، وبناقصهم درجتين ونص تانيين ودرجتين ونص تالتين. لا يا سارة، لا لا لا، أنت مش عايزاه. عايزاهم يبقى تشتغل وتذاكر اللي أنا بقول عليه. تبغيهم يبقى لازم تذاكر اللي انا بقول عليه. وما تقوليش ان احنا عندنا حاجه صعبه، احنا عندنا كل حاجه سهله. واضح يا شباب؟ طيب ماشي. حد عنده سؤال او استفسار؟ البديل الخامس هيطلع صفر يا حصه فاحنا مش هنحسبه. صح كده؟ البديل الخامس والاخير عند الاربع الاف هيطلع تكلفة النفاذ بصفر، لان يبقى عندي 4000 وحدة، 3000 زائد 4000 يدينا 7000 صح يا حصة. وبالتالي 3% عند استخدام 7000 العجز في المخزون 0. ما انا عشان كده مش هجيبه لك يا بشرى في الاختبار يا شباب. الاولانيه تمام يا نادية صح كلامك صح،
7000 الاخيره ديت يا احمد، عايز الاخيره اهو. انا يا ابو حميد حاضر اهو. البديل الخامس اللي هو 4001 صح كده، هنقول المتاح يساوي 3000 زائد 4، يبقى احنا معانا في جيبنا 7001. تمام كده، هنبتدي من عندها يا احمد. هنقول 3% استخدام او 3% عين باستخدام 7001، يبقى العجز في المخزون 0 صح كده. يبقى تكلفة النفاد تساوي 0، يبقى تكلفة البديل تساوي 0. مظبوط يا ابو حميد؟ طبعا لو بصيتوا بعد كده يا شباب هتلاقي عندكم جدول تاني كده. تمام يا احمد. كنا نطرحها منها يا احمد. تمام يا ابو حميد صح. هتلاقوا عندكم يا شباب جدول يتعلق بالتكلفه الاجماليه. التكلفه ايه؟ الاجماليه. هتلاقوا عندكم جدول فيه الحد الادنى صح كده؟ الحد الادنى للمخزون 0 اهو، اللي هو البديل الحد الادنى اللي هو 0، وبعدين 1000، وبعدين 2000، وبعدين 3، وبعدين 4، اللي هو البديل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. تمام، هتلاقوا عندنا تكلفه التخزين اللي احنا حسبناها زمان لو انتوا فاكرينها. تكلفه التخزين طلعت مره بصفر، ودي هنا طلعت ب 5000، ودي طلعت 10000، ودي طلعت 15000، ودي طلعت 20000 صح كده. وحسبنا تكلفة النفاد طلعت كام؟ 76200، وهنا طلعت 28200، وهنا طلعت ب 12000 اللي احنا حسبناها، ثم 8800، ثم 0 صح كده. طيب نجيب هنا بقى التكلفة الإجمالية، نجمع 0 والكلام ده يدينا 76200، هنا يدينا 33000 وكام؟ و200 برضه، هنا يدينا 22000، هنا يدينا 16800، هنا يدينا 20000. مين أقل تكلفة فيهم يا شباب؟ أقل تكلفة اللي هي ده صح كده؟ اللي هي عندي 3000 صح كده؟ أقل تكلفة إجمالية 16800. إذن البديل الإيه؟ الرابع هو الأفضل. حد بيقول من الشباب دكتور الثالث يكون 24000، ليه ليه 24 يا أحمد؟ لا يا احمد مظبوط مش غلط، 10000 زائد 12000 يا احمد ب 22000 مش 24. لا راجع الارقام عندك يا احمد. اذا البديل الرابع بيكون هو الافضل يا شباب معايا، اللي هو كام؟ اللي هو البديل اللي عندي فيه نقطه، اللي عندي فيه الحد الادنى للمخزون كام وحده؟ 3000 وحده صح كده. يبقى إذا نقطة إعادة الطلب الحقيقية، آخر حاجة عندكم نقطة إعادة الطلب الحقيقية بتساوي العادية
زائد الحد الأدنى اللي احنا لسه حاسبينه زائد الحد الأدنى البديل اللي احنا لسه محددين، يعني بتساوي 3000 زائد 3000 تساوي 6000 وحدة. دي غالبا مش هتجيبكم في الاختبار معايا يا شباب، بس انا بعرفها لكم بس نقطة قاعدة الطلب الحقيقية مش هتيجي في الاختبار، بس انا لازم اعلمكم الاول وبعدين اقول لكم ايه اللي يجي في الاختبار وايه اللي مش هيجي. بس انا لو عايز احسبها لازم اعرف احسبها. نقطة قاعدة الطلب الحقيقية تساوي نقطة قاعدة الطلب العادية زائد الحد الادنى. 3000 زائد 3000 يديني 6000، ولو كان الحد الادنى طلع 2000 يبقى 3 زائد 2 يبقى نقطة قاعدة الطلب الحقيقية 5000، وهكذا على حسب التمرين وعلى حسب اللهم صل على سيدنا محمد، على حسب الارقام اللي موجوده عندنا يا شباب. ان شاء الله احنا لسه عندنا بكره يا منى، بكره عندنا محاضره اخيره هنخلص فيها الجزء النظري، وكمان ممكن ناخد تمرين بسيط على الموضوع ده تاني، ناخد تمرين تاني على ده ان شاء الله. واضح يا شباب؟ ان شاء الله ذاكروا المحاضرة بتاعت النهاردة كويس، وان شاء الله غدا برضو ناخد تمرين تاني عليها اذا كان في العمر بقي. حد عنده سؤال او استفسار يا شباب؟ وياكم وجميع المسلمين يا شباب، نلقاكم على خير غدا ان شاء الله بمشيئة الله تعالى اذا كان في العمر بقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.